مشاهدينا الأكارم، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أضواء على أحداث منطقة القرن الأفريقي. مقدمها لكم هذا الأسبوع من العاصمة الألمانية برلين. يشترك معي هذه المرة الزميل الإعلامي المعروف عود يوسف عبد الرحمن. لأول مرة هو مدير مكتب قناة القرن الأفريقي في السودان. مرحبا بكم ضيوفنا الكرام. يشترك معنا في هذه الحلقة البروفيسور محمد حسن والمستشار السياسي لرئيس حكومة إقليم الصومال في إثيوبيا، والدكتور كمال عمر المحامي الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي السوداني. سيلتحق بنا بعد قليل البرلمان الصومالي الدكتور زكريا محمود من مغاديشو. مرحبا بضيوفنا الكرام. أعطي الفرصة الآن لزميلي عود يوسف. مرحبا بك أستاذ عود، ونتشرف بمشاركتك معنا في قناة القرن الأفريقي. اليوم ستتحدث بصفتك مدير لقناة القرن الأفريقي في الصومال في السودان. مرحبا بك، تفضل أعطيك الكلمة الآن. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد القادر، ومرحبا بكل الضيوف الذين يتابعونا الآن من داخل هذه الحلقة. ونحن نتحدث عن القرن الإفريقي وأهمية القرن الإفريقي، ورحب بالبروفيسور محمد حسن المستشار رئيس حكومة الإقليم الصومال، كما أيضا نرحب بالدكتور كمال عمر عبد السلام الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي. أنا سعيد أستاذ عبد القادر أن أكون ضمن هذه الكوكبة وخاطب اليوم عبر هذه البوابة كل المشاهدين والمتابعين في منطقة القرن الأفريقي وفي المنطقة العربية والأفريقية وقطاع العالم بصفة عامة. نحن نهتم جدا في هذه المساحة بطرح كثير من القضايا التي تهم منطقة القرن الأفريقي، منها الصراعات والمشاكل سواء كانت السياسية أو آثارها حتى على كثير جدا من البنيات، منها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وخلافها. سعيدين اليوم أن نبتدي أول هذه الحلقات بهذه الكوكبة والعلماء والخبراء الذين سيصطحبونا في هذه الحلقة ويتحدثوا حديث العارفين عن كل هذه المسائل. مرحب بهم جميعا ومرحب بكم. شكرا الزميل عود. نبدأ الحوار بالبروفيسور محمد حسن بصفته كرئيس فخري لقناة القرن الأفريقي، وهو صاحب فكرة القرن الأفريقي الجديد. أولا يعني نبدأ بالبروفيسور محمد حسن. مرحبا دكتور بروفيسور محمد حسن بهذا البرنامج، فأعطيك الكلمة الآن لتفتتح هذه الحلقة، تفضل. وسهلا زملائي، أنا أتكلم من قريب من بروكسلز. وطبعا هذا الفكرة القرن الأفريقي الجديد، هذا احنا طرحناه حسن من 2018 بعد التغير الذي حصل في إثيوبيا، لكن هي فكرة قديمة جدا وحوالي عمرها 60 سنة وأكثر من 60 سنة. لماذا أقول أكثر من 60 سنة؟ لأنه السودان كان تحت الاستعمار إلى 1957، والصومال إلى 1960، وجيبوتي طبعاً إلى 77، وكينيا إلى 63، وأريتريا جبروها تكون فيدرالية مع نظام إقطاعي ما عنده كان دستور، وكيت عائلي يحكموها إقطاعي متخلف في إثيوبيا، نظام الإمبراطور هيلي سلاسي الذي كان بالحقيقة عميل للغربيين في المنطقة. فطبعا إثيوبيا أصبحت زي ما يقول البريطانيين ستيبينج ستون ليتحكم المنطقة، وخاصة القرن الأفريقي بعد التغير الذي حصل بعد الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة، والتغير الذي حصل في مصر وخاصة الضباط الأحرار لما مسكوا الحكم في مصر في 1952، والشعور القومي العربي والنضال العربي كمان استمر في عدة بلدان
وبعدها وصل إلى سوريا ووحدة مصر وسوريا بعدها، وطبعا اليمن الجنوبي ضد الاستعمار البريطاني، والفكر الصومالي الموحد الذي بدأ من 48. هذا كله خلق أزمة للقوات الخارجية التي عايزة تتحكم المنطقة. فأحدى من الشباب الإثيوبيين الذي درس في الولايات المتحدة، وأخوه كان أركان القوات هايلي سلاسي، لما رجع لإثيوبيا بعد دراسته في الولايات المتحدة وشاف الفكرة التي كانت موجودة بين الأمريكيين السود وفكرة البانأفريكانيزم الذي طلع في أمريكا وفي أوروبا، لما رجع أصبح رجل مسؤول لإقليم معينة، وهذا الإقليم كانت مقليم مضغوطة تحت الأباطرة الأمهرة ومسكين الأرض ويعذبوا الفلاحين في الجنوب في منطقة تسمى سيدامو، فبدأ يعمل تغير عن نسيج المجتمع الذي موجود هناك. وطبعا القوات الإقطاعية الأمهرة التي كانت ساكنة هناك عملت دعوة عليه جدا، وبعدين نقلوه بعد أعطوا المنطقة الصومالية، بريطانيا أعطت لإثيوبيا في 48 تدريجيا وبعدها في 53، فأصبح مسؤول في المنطقة الصومالية وأصبح مسؤول الإقليم. فطبعا هو كان متابع أن الشعور الوطني الصومالي لوحدة الصوماليين كان موجود، والأحزاب الصومالية كانت كمان موجودة في مدينتنا اللي حصل الذي تسمى جيجيجا، كان هو مسؤول فيها وتأثر فيها وبدأ يشوف بلده إنه في تغير في البلد، لأنه آسف دكتور زكريا قاعد يلتحق واصل دكتور، حنعطيك الفرصة نعطي الآن الدكتور زكريا حتى يلتحق بنا في الحلقة، ستواصل الدكتور محمد، سنعطيك الفرصة الآن، دعنا الآن نعطي فرصة للدكتور كمال حتى يلتحق بنا دكتور زكريا حتى تتواصل عشان يكون الحوار جماعي. تفضل زميلي الآن عوض، إليك الميكروفون. مرحبا بك، تفضل دكتور كمال عمر. بروفا محمد زي تحدث الآن عن بداية فكرة الغرب الإفريقي أو الفكرة نفسها، وتحدث عن أنها هي فكرة قديمة ويمكن يكون بدايتها ترجع للعام 1957، لكن الآن ظهر فيها تجدد. أستاذ كمال أريد منك أن تربط ما بين هذه الفكرة، فكرة الغرب الإفريقي، والرؤية الكلية التي تنهجها الآن معظم الدول العالم في اتجاه التكامل أو الوحدة العامة الآن، يعني بنشهد الآن الاتحاد الأوروبي، بنشهد الآن التكتلات العالمية الكبيرة، هل يمكن أن يؤثر مثل هذا الفكر مسألة الغرب الإفريقي في أنه هو يتحقق رؤية قوية لبعض الدول الإفريقية حول الغرب حينما تتسع هذه الفكرة وتصبح واقع على أرض الواقع، وكيف تنظرون الآن أنتم في السودان؟ تفضل دكتور كمال. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بحيي الأخ البروفيسور محمد الحسن وذلك الأخ عبد القادر ومدير مكتب قناة القرن في السودان الأستاذ عوض يوسف على هذا اللقاء، وده لقاء مهم، يعني لقاء مهم يدخل في زمن أن إحنا محتاجين للوحدة الأفريقية وبالذات الوحدة في القرن الأفريقي، ونحن في أدبياتنا كسودانيين وأدبياتنا في المؤتمر الشعبي إنه الحدود دي خلق الاستعمار خلق الحدود وخلق الحروب وخلق استنزاف الموارد وخلق البعد عن الديمقراطية، حتى الاتحاد
يبدو أننا نواصل أو نواجه بعض التعثر في الاتصال بالدكتور كمال. دكتور كمال هل تسمعنا؟ نعم أسمعك. الصراعات والتجزئة والتقسيم والتنافر كان الاستعمار سبب أساسي فيه، هو يعني خلق كل الحواجز دي لأسباب استعمارية. نحن يعني في القرن الأفريقي نتوق لبعضنا البعض، وأنا في تقديري جات السانحة. العالم كله بيتقدم والعالم كله بيمشي في اتجاه الوحدة. يعني أوروبا بعد حروبات والنزاعات والصراعات الآن أصبح الاتحاد الأوروبي عملة واحدة، فيزا واحدة. لذلك نحن لا زال عندنا إشكاليات في التواصل. أنا أفتكر الكلام اللي قدمه بروف محمد الحسن كلام بيؤسس لمستقبل زاهر في الاتحاد الأفريقي بالقرن الأفريقي بالتحديد. وهذه القناة أنا أفتكر قناة لبس يعني الوحدة ومشاعر التقارب، وأنا أفتكر عندها شأني هيكون عندها شأن كبير في وحدة الاتحاد، اتحاد القرن الأفريقي. وياريت نمشي بتأثيراتنا، نحن نأثر في السياسة السودانية المنفتحة حول أريتريا، حول أثيوبيا، حول الصومال، حول جيبوتي. نحن عندنا حزب عنده تأثير في الساحة السياسية، عنده تأثير في العلاقات الخارجية. بالتالي يعني المحصل الحيثيات دي، نحن بلغة القانون حيثيات يعني بتبشر في اتحاد شعوب القرن الأفريقي. بالتالي القناة عندها إسهامات، عندها يعني ما شاء الله عندها مد. والإعلام طبعا الإعلام ما في زول بحده وما عنده حدود. والإعلام بيدخل البيوت وبيدخل الأسر. عشان كده دارين القرار ما قرار حكومي، قرار شعوبي، شعوب السودان وشعوب أريتريا وأثيوبيا وجيبوتي والصومال. يعني تنمو فيهم يعني عوامل الوحدة وإرادة الوحدة. أنا بحيي يعني هذا اللقاء، يعني اللقاء ده بيدخل في إطار توحيد الأفارقة وتوحيد القرن الأفريقي. السلام عليكم. شكرا. تفضل أخي عود، أعطيك الفرصة الآن لتوجه سؤالك للبروفيسور محمد حسن. شكرا دكتور كمال عمر عبد السلام الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي. بروف محمد، تحدثتم في الغبل عن أن مسألة هذه الفكرة الغنى الأفريقي هي بدايات سابقة. الآن أنتم تعملون على تطويرها بما أطلقتم عليه الغنى الأفريقي الجديد. وفي الساحة العربية أو الأفريقية بصفة عامة كان هنالك أيضا أو كانت هناك رؤية غريبة من هذه التسمية، مسألة الشرق الأوسط الجديد. أنا أريد منك أن تربط بين هذه المسميات وما هي الضمانات أو على الأقل الجهود التي يمكن أن توفر للقرن الأفريقي الجديد أن يصبح هو أفضل قوة ومنعة وتتنزل هذه الأفكار ولا يكون عبارة عن مسميات كما كان عليه في الشرق الأوسط الجديد أو خلافه. ماذا تقول في هذا الاتجاه؟ مرحبا. أولا، فكرة القرن الأفريقي الجديد هذا فكرة تقدمية من في المنطقة. أولا لخلق جو في القرن الأفريقي، الجو
بين الأخوان والأخوات يكون حوار مع خلافاته. نحن نشوف الخلافات التي موجودة في القرن الإفريقي هي خلافات مصنوعة، مصنوعة من الخارج وما عندها أي أرضية في الأرض. إنه الشعوب القرن الإفريقي والدول القرن الإفريقي عندهم تقارب تاريخي، سيكولوجي، اجتماعي، لغوي واقتصادي، هذا الذي يوحدهم. لكن القوة الخارجية الذي ما عايزة يكون أي توافق بين الشعوب والدول التي موجودة في المنطقة، ونجيب تقرير المسير للشعوب القرن الإفريقي على أسس استقلالي، على أسس تقرير المسير، إنهم يلعبوا دور بينهم ويحاولوا يغيروا حياة المجتمع وخاصة المجتمع للشعب القرن الإفريقي، فيتلاعبوا بتناقضنا ويخلوها تناقض أساسي. فأنا أشوف إنه ما كان في تناقض أساسي بين الشعوب والدول القرن الإفريقي، لكن القوات الخارجية من البعيد لاستراتيجية معينة ولاستراتيجية إمبريالية هيمنية لكي تستفيد خلقت فرق وسد، وهذا فرق وسد خلانا نخسر أكثر من 40-50 سنة من عمر المنطقة، وخلق خلافات وحروب لا عندها أي تبرير، لأنه الشعوب المنطقة كانت تعيش في الماضي وحتعيش أو تعيش اليوم وحتعيش في المستقبل. أنا كرجل صومالي، أن الصوماليين يعيشوا في القرن الإفريقي في عدة دول أراضيهم متماسكة، فلما أشوف الفكر الوطني الصومالي هي فكرة وطني قرن إفريقي، تحرير الصومال وتوحيد الصوماليين بأي طريقة هي كمان توحيد القرن الإفريقي بطريقة غير مباشرة. فلهذا النزاع الذي كان خلق من الخارج وساندوه من الخارج خلق مأساة كثيرة جدا. فلهذا أنا تكلمت عن الشاب هذا الذي أخوه كان أركان القوات المسلحة بتحيل سلاسي جرمان مينواي، كشاب من عائلة معينة برجوازية في نظام الإقطاعي، راح لولاية المتحدة فشاف العالم، فطبعا انبهر بفكرة البان أفريكانيزم والفكرة القرن الإفريقي الجديد. لما رجع وأصبح هو مسؤول المنطقة الصومالية، وهو كان يعيش في العاصمة الصومالية في جيجيجا، فكان يعمل حوار كثير مع الصوماليين، وشعور القومي الصومالي كان يطلع بسرعة، والصوماليين يتحدثوا عن الصومال بتاعهم الصومال الكبرى، وهذا أثرت عليه وشاف القرن الإفريقي بمقارنة القراءة بتاع إمبراطور والقوات الخارجية بدأت تتخالف، وراح زار إريتريا. لما شاف إريتريا فيدرالية مع إثيوبيا، وإثيوبيا نظام إقطاعي يقال ما فيش دستور، الإمبراطور هو في نفس الوقت إمبراطور ورب في الأرض وما كان عنده دستور، قال هذا فيدرالية ما حينجح، هذا فيدرالية الغرب خلقها زي الزواج بين الفهر والفيل، فحيخسر قال هذا وما حيحصل. في الآخر قال إثيوبيا لابد تتغير من جوا، تغيير الإمبراطورية في إثيوبيا حيجيب فكرة جديدة الذي نسمها اليوم القرن الإفريقي. وقنع أخوه وعمل مع أخوه، عملوا أول انقلاب ضد الإمبراطور في 1960 لكن ما نجح. ممتاز بروف، تعال نرحب بضيفنا الدكتور زكريا عبدي محمود البرلماني والمرشح لرئاسة الجمهورية في الصومال. مرحبا بك دكتور زكريا. مرحبا بكم وسلم عليكم، وأعتذر عن تأخري لاجتماعات رؤساء الأقاليم فتأخرت شوية.
لا شكرا دكتور. أنت طبعا في الآن في انتخابات يعني في وسط. شكرا أولا يعني طلعت أنت من الاجتماع للالتحاق بهذه الحلقة. معنا ضيوفنا طبعا البروفيسور محمد حسن، أنت بتعرفه طبعا، هو رئيس الفخري لقناة القرن الأفريقي، والدكتور كمال المحامي والأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي. ومعنا أيضا ليس ضيف اليوم مديرنا مدير مكتب قناة القرن الأفريقي في الخرطوم الزميل عود يوسف عبد الرحمن، هو من الإعلاميين المعروفين في السودان. فمرحبا بك، أنا أحيل الآن الميكروفون لزميلي هو مدير مكتبنا الآن في الخرطوم، كما لنا مكتب أيضا في مغاديشو سنتحدث عنه فيما بعد، ومراسل أيضا عند في مغاديشو. تفضل الزميل عود يوسف، أعطيك الفرصة أيضا لتطرح سؤالك على الدكتور زكريا، بما أنك كانت لك أيضا عدة لقاءات مع الصوماليين المرشحين لرئاسة الجمهورية، فأنت ملم بقضايا منطقة القرن الأفريقي، فأعطيك الفرصة لتطرح سؤالك أيضا للدكتور زكريا محمود. شكرا شكرا أستاذ عبد القادر، مرحب بك يا دكتور أو أستاذ زكريا. مرحبا سعيد، مسرور للتعارف معكم إن شاء الله. الصوت شوية خايفة هي عن أهم القضايا التي تشغل القرن الأفريقي. إذا كان هناك سؤال استفتاحي أستاذ زكريا، أنت الآن خارج من الاجتماع، هذه المنطقة الصومال تحديدا هي واحدة من المناطق الرئيسة والمهمة جدا في القرن الأفريقي. الآن هناك حديث من الساحة عن الانتخابات التي ينبغي أن تجرى في هذه البلد، وهي الشأن السياسي الذي تترتب عليه مدى الاستقرار والتداول السلمي. حدثنا قليلا عن ما هي الاستعدادات الآن التي تجري حتى هذه اللحظة، وهل هناك أجال فعلا ضربت للانتخابات في الصومال؟ تفضل أستاذ زكريا. شكرا جزيلا الأخ الكريم، مسرورين للتعارف معكم. الانتخابات رغم أنها كان مفروض أنها تنتهي في 24 شهر الماضي تأخرت، وهذه الانتخابات هي انتخابات النواب، نواب البرلمان أو مجلس ما يسمى مجلس الشعب في الصومال. حصل تأخر، وبعض بعض الصعاب وبعض المشاكلات، والآن نحن في مؤتمر بين رؤساء الأقاليم الخمسة والحكومة المركزية على أساس لكي نسهل يعني العقبات التي تعوق في إنجاح الانتخابات، نحاول تسخيرها، وإن شاء الله تبدأ الانتخابات بسرعة في الأقاليم. هناك حوالي 275 عضو في مجلس الشعب، وأيضا 54 من مجلس الشيوخ. تم انتخاب مجلس الشيوخ اللي هم 54، البقية هي تقريبا حوالي 25 من أعضاء النواب البرلمان. مجلس الشعب أيضا تمت، بقي حوالي 220 عضو لانتخابهم من الأقاليم المختلفة والنواحي المختلفة في الدولة، وإن شاء الله ستتم بعد هذه الاجتماعات، سيكون هناك دفعة جديدة لتسريع العملية الانتخابية. بعد ذلك ستبدأ إجراءات انتخاب الرئيس الجمهورية من قبل المجلسين، مجلس الشيوخ ومجلس الشعب، ونتوقع أن تتم هذه في شهر فبراير المقبل بإذن الله. هناك صعاب كثيرة حقيقة، منها القحط، في قحط شديد في البلد، وفي طبعا المرض الأطفال الفيروس كوفيد-19، وأيضا هناك بعض المناوشات بين الجيش الصومالي وبين الشباب، الشباب. هذه الأشياء عاقت تقدم
وإتمام الانتخابات، ولكن نحاول إن شاء الله نجتاز هذه الأسعار بإذن الله. والزكريا هو بالضرورة في حالة الحديث عن الانتخابات والتداول السلمي للسلطة بالضرورة تصبح هذه الخطوة بعض الخطوات التي تتمثل في مثل تهيئة الأجواء السياسية من ضمن المصالحات التي يمكن أن تكون بين الفرقاء. حدثنا عن اللحمة الكلية الآن في الصومال، هل هناك وفاق واتفاق تجاه هذه الخطوة أم بعض هناك بعض الفصائل لا زالت هي خارج إطار العملية السلمية، وبالتالي يمكن أن تحدث بعض التأثيرات على سير الانتخابات المنطقية؟ لا يوجد هناك فصائل الآن، هناك الحكومة المركزية الفيدرالية وطبعا الأقاليم اللي هم أعضاء في هذه الحكومة، هناك طبعا تدخل خارجي أيضا بين الدولة وبين الدولة المركزية وبين بعض الأقاليم، هذه طبعا ساهمت في تأخير الانتخابات، وكان هناك خلاف بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية قبل 4 أشهر انتهت بسلام، ثم بدأت الآن بعد عدم التفاهم بين الرئيس ورئيس الوزراء، ما زلنا نحاول أن نجتازها ونخفف وطأتها عن الانتخابات. طبعا لما يكون البلد بلد منهار لمدة 31 سنة حتى يعني دائما مؤسسات الدولة غير كاملة، يعني بناء المؤسسات وبناء الثقة بين المؤسسات هذه وبين مثلا الأقاليم وبين رؤساء الأقاليم تحتاج إلى وقت طويل، يعني لأنه حس الحرب أهلي كما تعلمون، يعني حرب أهلي ضروس كانت انهارت الدولة المركزية 1991 في يناير. على هذا الأساس هذه طبعا ساهمت في تأخير الانتخابات وعدم التفاهم بين مسؤولية الدولة. جميل أستاذ زكريا، شاكر لك جزيلا ودعك معنا أو في غامة الانتظار ريثما تحول إلى بروفيسور محمد حسن بروفا. في حديثي معك قبل قليل كنت تتحدث عن التدخلات الخارجية ربما يكون وآثارها في منطقة الغنى الإفريقي، الله أيضا الآن أستاذ زكريا يتحدث عن بعض المسائل الداخلية، هل تفتكر أنه الغنى الإفريقي والمنطقة بصفة عامة الآن هي على قدر من الوعي والإدراك لمحاصرة هذه التدخلات الخارجية وفرض الهيمنة الداخلية بحكم أن كل الحلول تصبح هي حلول وطنية من الداخل؟ أولا الدور الذي يلعب في المنطقة قبل كل شيء هي الدور الخارجي. الخارجي عايز يهمن أنا شايف الدور الخارجي لأنه التغير الذي يحصل بسرعة في العالم، الغربيين وخاصة الولايات المتحدة إن هي شايفة نفسها بدأت تضعف وفي قوات ثانية يتعثروا ولا يطلعوا أقوياء، فهذا يسموه هم زي ما يسموه المفكرين بتاعهم The Asian Century. الخلافات التي موجودة ولا خلافات الأيديولوجي والخلافات الاستراتيجية التي موجودة بين الولايات المتحدة وآسيا هذا عنده تأثير كبير في القرن الإفريقي، لأن القرن الإفريقي الولايات المتحدة تشوف هي منطقة معينة لابد هي تهيمن فيه. إيش معناه القرن الإفريقي بالنسبة بقراءتهم؟ إن القرن الإفريقي يلعب دورين ولا ثلاثة دور في المنطقة أم في الاستراتيجية الأمريكية. أولاً تحكم في المحيط الهندي والبحر الأحمر
مهم جدا هذا بالنسبة لهم، فلهذا هم بنوا معسكر في جيبوتي الذي يسموه شوكينج بوينت. وثانيا هم عارفين حوالي 80% من الشعب العالم ساكن في إيرو إيجيا، معناه من البرتغال وآسيا كلها، والاقتصاد الكبير موجود في المنطقة هذا، لأن الولايات المتحدة هي تساوي 4% من السكان في العالم. لما انتفح كل أمريكا الشمالية والجنوبية يساوي 10%، وإفريقيا تساوي حوالي 10% من الشعوب العالم. لكن الفرق الكبير، إفريقيا عندها 60% من الخيرات العالمية. واحد لابد ينظر من هذا، أنهم عايزين يهمنوا في إفريقيا ويوقفوا أي اتفاق إفريقي صيني، إفريقي هندي، ولا إفريقي كوري، ولا ياباني. عايزين يهيمنوا لوحدهم مع الأوروبيين المستعمرين الذي عندهم فكرة لمدة طويلة إفريقيا تكون بالنسبة لهم منطقة يتحكموا فيها ويتحكموا فيها خيراتها. يبغى معي بروف زكريا أو بروف محمد حسن، يبغى معي، دعني أنتقل للدكتور كمال عمر عبد السلام الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي في السودان. دكتور كمال، السودان كذلك الآن يمر بمرحلة انتقالية، وهذه المرحلة هي أشبه بالتعثر الآن الموجود في بعض مناطق الدول القرن الأفريقي، تحديدا الصومال. الآن الانتخابات وعلى التوافق السياسي وخلافه، حدثنا دكتور كمال عمر عبد السلام عن رؤية ونظرة المؤتمر الشعبي الآن للفترة الانتقالية، وكيف يمكن أن يخرج السودان إلى بر أمان، بحكم أنه السودان نفسه هو واحد من الدول الغريبة جدا التي تؤثر وتتأثر بمنطقة الغرب الأفريقي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مرحب بدكتور زكريا، هذا المناضل الجسور، بنبارك له خطى الانتقال في الانتخابات والتحول الديمقراطي في الصومال. الصومال عانى من ويلات الحروب الأهلية، والآن يعني بدأ في التعافي السياسي، وإن شاء الله يا رب سبحانه وتعالى يعني سمعنا خبر سار في أنك يعني تتبوأ مكانة دستورية كبيرة في الصومال. الأمر الثاني طبعا السودان حتى يعود الدكتور، اسمح لي الزميل عود، كنت أود أن أضيف إلى سؤالك سؤالا آخر، لأنه في الساعات القليلة الماضية نرصد الآن وسائل الإعلام الأوروبية ومنها تحديدا الألمانية تحدثوا عن استغالة رئيس الوزراء في السودان، وهنالك من يهول هذه القضية الآن ويتحدثون عن أزمة الحكم في السودان، وأيضا يتحدثون عن أزمة الحكم في الصومال. السؤال هذا طبعا موجه الآن للدكتور كمال، ولكن نعطي الفرصة أيضا للآخرين حتى تكتمل الصورة، كيف يفكرون أهلنا في القرن الأفريقي. معنا الآن ضيف من إثيوبيا وضيف من الصومال وضيف من السودان، لتكتمل الصورة الآن، ما هو خبر استقالة رئيس الوزراء عندكم في السودان؟ وهل يعني هنالك أزمة حكم كما يصورونها في الإعلام الغربي؟ هذا تكملة للسؤال بسؤال الزميل عوض. تفضل دكتور كمال. طبعا يعني في طبعا في أزمة بتاعت حكم الآن في السودان، أزمة انتقال نسميها بطريقة فنية، أزمة انتقال. وأنا قلت في حديث مؤخرا أنا يعني أزمة الانتقال تعزى للدساتير المؤقتة وتدخل العسكر في الشأن السياسي
ومشكلة القوى السياسية في تفهم الديمقراطية والحريات. الآن أنا أفتكر الشعب السوداني بعد التجربة المخاض الطويلة من الخمسينات من 56 وحتى الآن في تنكب في أخطاء في المراحل الانتقالية، في أخطاء في الدساتير المؤقتة. الرئيس الوزراء استغال، والاستغالة ما الاستغالة دي سبب الأساسي فيها يعني الوثيقة الدستورية اللي صمموها ناس ما عندهم خبرة في الدساتير. وأنا ما أدر يعني أقول بعقلية المؤامرة تسببوا فيها أزيال الاستعمار الغربي، أرادوا للسودان وللديمقراطية في السودان أن تتعثر. لكن أنا في يقيني الآن نحن ماشيين في أنه نعمل تحول ديمقراطي حقيقي في السودان، ونعمل دستور ثابت في مستقبلنا القريب. نعم. عبر انتخابات شاملة. أبقى معنا دكتور نعطي الآن دكتور زكريا. سلام. أكمل الصورة للمشاهد. والسؤال هناك الحديث في وسائل الإعلام الغربية دكتور زكريا، أعيد السؤال مرة ثانية، هو إضافة للسؤال اللي طرحه زميلي عود يوسف. هناك في وسائل الإعلام الغربية بيرددون بشكل يومي هنالك أزمة حكم في منطقة القرن الأفريقي، هم بيعمموا أحيانا، في إثيوبيا حروب، وفي الصومال عدم التوافق، وفي السودان الآن يعني الوضع غير مستقر. فأنت كيف تنظر كبرلماني ومرشح لرئاسة الجمهورية، طبعا أنت الآن في سدة في قمة الهرم في الصومال، كيف تفكرون فيما يقال هنا أو ما يردده الإعلام الغربي، كيف تردون على ذلك؟ الحقيقة أنه يعني المنطقة هذه التي تزخر بثروات ومقدرات هائلة، وأيضا من مقدراتها موقعها في العالم، يعني منذ كريستوفر كولومبوس اللي جاب في هذه المنطقة حروب البرتغال خاصة في الصومال وإريتريا والسودان، من يومها اللي هي بداية الاستعمار الأوروبي وأطماعه للقارة، حتى هذا اليوم لا شك أنه هناك تدخل سافر من القوى الخارجية وخاصة القوى الغربية سواء كانت أوروبية أو أمريكية. والسبب الأساسي طبعا أهمية المنطقة، لا من حيث الجغرافيا والجيوسياسية والجيواقتصادية أيضا، ولكن أيضا من يعني ثرواتها التي لم تستغل حتى الآن، يعني وأطماع هذه الدول الاستعمارية. وعلى هذا الأساس الوسيلة التي يستخدموها دائما هو الوسائل الإعلامية القوية لهم لزعزعة استقرار المنطقة، ولأيضا مبررات منهم للتدخل في شؤون هذه المنطقة. وللأسف الشديد لم تستقر المنطقة، اليوم أخذت استغلالها من الاستعمار الأوروبي. صحيح أن إثيوبيا لم تستعمر، لكن أيضا كان هناك تدخل إيطالي يريد أن يستعمرها. هذه شكلت عقبة تطور، عقبة تقدم للمنطقة. كذلك أصبحت أيضا السبب الأساسي لمثلا يعني تنصيب في بعض الأحيان قيادات غير كفوة في المنطقة. وإذا وجد قيادات كفاءة لم
بيعطوها فرصة للتمكن والتمكين في تقدم البلد. على هذا الأساس أنا أعتقد أن الحل الوحيد هو أولاً التفاهم والتحالف في المنطقة، دول المنطقة خاصة السودان وإريتريا وإثيوبيا والصومال وجيبوتي، لو تكاتفوا وتفاهموا ووضعوا استراتيجية لمجابهة هذا التدخل والتعاون بينهم، أنا أعتقد أنه ستجتاز هذه الفرصة، هذه الأخطار. سنعود إلى هذه القضية دكتور، أنا أشكرك أولاً. ننتقل الآن إلى بروفيسور محمد حسن بإيجاز عشان يعلق حول هذه الجزئية، ونعود بعدها إلى الزميل عود حتى يواصل الحوار مع ضيوفنا الكرام. مرحبا دكتور بروفيسور محمد حسن. طبعاً لما نشوف الإعلام الغربي حوالي أكثر من سنة، واحد قراءتهم كانت قراءة فاشلة لما تشوف المشكلة التي كانت موجودة في إثيوبيا. أولاً كانوا هم عايزين تغير النظام في أديس أبابا بمساعدة أباطرة من تيغراي الذي حكموا 27 سنة البلد هذا، نهبوها وأصبحوا مرتزقة لقوات خارجية في المنطقة، التدخل بتاعهم في الصومال، الحرب ضد إريتريا، التدخل الذي عملوه ضد السودان، هذا كله لما تجمعه إنه جماعة مرتزقة من المنطقة له فرصة يحكموا بلد كبير جدا حوالي 110 مليون نسمة، وتحكموا. وكانت سياسة الولايات المتحدة وأوروبا كان يشتغل بطريقة هذا، لأن إثيوبيا 60% المساعدات التي تجيها الذي يسمى budgetary support كان يجيها من أوروبا والولايات المتحدة، وخلوا البلد تحت هيمنته. فطبعا بعد التغير في 2018 بعد حصل حوالي 4 سنوات انتفاضة في إثيوبيا، حصل تغير، مش تغير ثوري وجذري لدرجة هذا، لكن الطبقة الحاكمة الذي هي من أقلية لما الفيل بدأ يرقص سقطوا من الحكم وهربوا لتيغراي، ودخلوا في تيغراي وبدأوا فكرة استراتيجية التي تسمى فوضوية، الفوضى الخلاقة، ومن هناك يحاولوا يسقطوا النظام في أديس أبابا. وطبعا ما قدروا في هذا، يبعثوا فلوس، يبعثوا أسلحة صغير وكيف وكيف، وبعدها عملوا انتخاباتهم خاصة وقالوا نحن ما حنعترف برئيس الجمهورية، برئيس الوزراء بتاع إثيوبيا دكتور أبي. وطبعا إثيوبيا الثانية عملت الانتخابات بتاعته ودكتور أبي نجح. في الآخر ضربوا الجيش الذي كان موجود في تيغراي، الجيش الوطني الذي حوالي 32,000، وقتلوا حوالي 9,000 منهم، ومسكوا عايزين يمسكوا 80% من الأسلحة الإثيوبية التي موجودة في تيغراي. فطبعا بعدها حصل حرب والقوة التيغراوية ضرب، وطبعا رجعوا إلى خندق بتاعهم، وبعدها طلعوا وحاولوا كمان يحاربوا ويصلوا إلى أديس أبابا. هذا كان الفكر الغربيين، عايزين إطاحة النظام في أديس أبابا، للأسف خسروا فيها، والجماهير الإثيوبية توحد ضدهم، واليوم رجعوا للمنطقة بتاعهم وأصبحوا فور في الغابات بتاع تيغراي. هم عايزين في كل مرة نظام موالي لهم في أديس أبابا. النظام الإقطاعي بتاع هايلي سلاسي كان موالي لهم، ومن هناك كان يتحرك بالنيابة لمصلحة الغرب. نحن حسن نفكر القرن الإفريقي مهما كان المشاكلات حوالي 60 سنة استمرت، نحن في تاريخ جديد، ولا بد يكون فكرة موحدة التي تسمى القرن الإفريقي الجديد، ونساعد أخواننا ويساعدونا نحن كمان، ونبني فكرة بيت جديد على أسس جديد. والفكرة هذا اليوم مقبول في إثيوبيا، العداوة بين الصومال والإثيوبيين انتهى وتبخرت، أن أي إثيوبيا الذي غير صومالي اليوم متقبل أنه حتى رئيس جمهورية
ولا رئيس وزراء إثيوبي يكون من أصل صومالي مثلا حس الاستفتاءات التي تحصل، وأنا حس قريب جيت من إثيوبيا، كل واحد الذي يتكلم معي في التاكسي في الشارع وكيف يقولوا لي نحن عايزين ننتخب كرئيس وزراء الرئيس مصطفى عمر ورئيس القسم الصومالي. معنى العداوة التي كانت خلقت من الخارج وما كان عندها أساس بالحقيقة اتبخرت. العلاقة الإثيوبية الإريترية كمان اتحسنت بمليون درجة. اليوم ناس تغني وتعمل دعاء للرئيس الإريتري إسياس أفورغي. أنا جيت مطار أديس أبيبا وأنا كنت مسافر لأسمرة وطلعت عشان أعطوكم رؤوس الأقلام كيف الشعور بتاع الجماهير، وأنا شربت قهوة والرجل جاني قال لي يا معلم أنا أشوفك بالتلفزيون أنا أحترمك كويس ومش عارف، وقال لي أنا من ولو المنطقة التي الأباطرة بتاع تجراية الذي مسكوا فيها وعملوا فيها مجازر وسرقوا وقيف. فطبعا نحن كنا في القرن الأفريقي عملنا مقابلة طويل مع رفيقي إلياس عمارة ونحن قلنا ولو حتكون مخبرة الوياني، وحصلت زي ما قلنا حصل نفس الشيء. شكرا بروفا محمد، خليك معنا أيضا على الخط. أنا أنتقل الخرطوم دكتور كمال. دكتور كمال قبل قليل كنت أسألك والاتصال كان متعثر في أمان عن كيف ينظر المؤتمر الشعبي الآن لهذه الأزمة التي تجري في الساحة السياسية تحديدا أزمة الانتقال، وهناك ربط الآن مباشرة ما بين الوضع الانتقال في كل هذه المناطق إذا كان الغرب الإفريقي أو الدول المجاورة، كيف ينظر المؤتمر الشعبي لذلك؟ أنا أفتكر المدخل للأزمة كما تفضل الإخوة المشاركين في الحلقة، الأزمة دي أزمة تدخل أجنبي، أزمة مصالح استعمارية، والسودان الآن في أزمة تدخلات إقليمية بالوكالة. يعني الأزمة دي من سقوط النظام عمر البشير تدخلت دول استخباراتية إقليمية في الأزمة في السودان، وفصلت الوثيقة الدستورية باعتبار الوثيقة الدستورية تستبعد التيار الإسلامي الكبير، فاستبعاد التيار الإسلامي وخلق اصطفاف أيديولوجي في المرحلة الانتقالية أدى للفشل السياسي الحالي. نحن بنفتكر في المؤتمر الشعبي الشعب السوداني قادر، وعلى مدار التاريخ قادر في أنه يضع دكتور كمال. يبدو أن هناك أيضا تعثر إلى حد ما في الاتصال إذا كنت تسمعنا. طيب إن لم تكن تسمعنا أنتقل لدكتور زكريا. دكتور زكريا، الآن ما يجري في الساحة السودانية ربما يكون كثيرا مغلقا لمنطقة الوطن الأفريقي، يعني لا يوجد هناك الآن توافق. والآن سمعت قبل صباح اليوم استقالة رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك، وبالتالي أصبح هناك فراغ، والآن المجلس العسكري في السودان هو يتولى زمام الأمر. كيف تربط ما بين الانتقال في كل هذه المناطق؟ هل فعلا هي تأثيرات التدخلات الخارجية وأنتم الآن غيارات في هذه المنطقة، أم هناك عدم إرادة حقيقية من الشعوب نفسها وهي التي تتيح مساحة التدخلات الخارجية وبالتالي تصبح استلم القرار ولا حيسير القرار لأحمد علي في ملاقات محمد الصالح. دكتور زكريا تسمع؟ نعم، آسف لبدأ شوية تدخل باختصار. نعم كنت أسمع بداية كلامك لكن حصل في جو شرف. تحدث عن إنه استغال الدكتور عبد الله حمدوك من الحكومة السودانية رئيس مجلس الوزراء السوداني اليوم، والتعثر الذي يتم هنا وهناك حتى عندكم في الصومال
هناك إشارات من كل في 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 هذه الحلقة، بروف محمد حسن، دكتور كمال، إشارات قوية للتدخلات الخارجية هي سيدة الموقف. هل فعلا هذه المنطقة الإفريقية أو الغرب الإفريقي هي لا تملك الإرادة الكاملة الشعبية حتى تحلحل كل هذه المشاكل، وبالتالي أتاحت التدخل الخارجي؟ وكيف يمكن أن نصف هذه التدخلات الخارجية ليصبح القرار هو وطني أصيل؟ يعني الحقيقة نحن في الصومال آسفين جدا ما يجري في السودان. السودان كانت دولة مستقرة أثناء حروب الأهلية في الصومال في المنطقة، يعني كانت من الدول التي يعني استقرارها ونظامها دائما يؤثر على مجريات السياسة في الصومال. كان هناك عدة مؤتمرات السودان استضافته بالنسبة للصومال، وطبعا رئيس الوزراء حمدوك كان أيضا في فترة قبل أن يصبح رئيس الوزراء السوداني كان أحد أعضاء وكان رئيس فعلا لتسعة أعضاء اللي هم المجلس الاقتصادي للصومال لتقييم الحالة الاقتصادية في البلد، وفي نفس الوقت لإعادة بناء الاقتصاد الصومالي الاقتصاد الكبير يعني. وبعدين أثناء عضويته في هذه اللجنة أصبح رئيس الوزراء، ولذلك يعني نحن اليوم حزينين جدا لاستقالته. ولا شك أنه السودان عندما تمت الثورة الشعبية وتم التوافق بين قوات الهيئة العليا القوات السودانية وأيضا معطيات الثورة، كانت بالنسبة لنا فرحة جديدة. يبدو أنه ما يحدث السودان اليوم تدخلات خارجية أكثر مما هو عوامل داخلية، وخاصة تدخل غير مخفي من الولايات المتحدة وبريطانيا، وهذا النمط يعني موجود في من قديم الزمان يعني في هذه الدول. الحقيقة أنه أهم شيء الآن لا يحدث في السودان، يجب أن تهتم دول المنطقة وتحاول أن تساعد لملمة الموقف السياسي في السودان حتى لا يكون هناك دولة فاشلة أخرى في المنطقة مثل الصومال. جميل جميل، وضحت الفكرة. أنتقل للدكتور أو بروفيسور محمد حسن. بروف، واحدة من الإشكالات الكبيرة جدا الآن في المنطقة الإفريقية والغرب الإفريقي بصفة عامة ما زالت الاتفاق على المواثيق والعهود الدستورية. شهدنا الآن السودان هناك أزمة في الدستور، هناك وثيقة دستورية لكن ما استطاعت أن تنقل الشعب السوداني بأطياف المختلفة إلى مرحلة التداول السلمي أو وصول لمرحلة الانتخابات. أنتم الآن في فكرتكم في مسألة القرن الإفريقي، كيف تنظرون لهذه البنية الهيكلية لمسألة التساتير واحترامها، ويكون هناك استفادة حقيقية من هذه العقبات حتى يكون في تساتير في هذه المنطقة ويكون لها احترامها وتقديرها، لأن أفريقيا معروفة بالاضطرابات والانقلابات العسكرية. كيف تجاوزتم هذه المعضلة في طرحكم للقرن الأفريقي الجديد؟ طبعا تمدد اليد الخارجي قوي وعنده أنواع وأشكال، ناس يشوفوها إن مرة إن هي تدخل عسكري، لا، تدخل عسكري واضح. هذا شفناه في سوريا، شفناه في ليبيا، شفناه في العراق. التدخل في إفريقيا هي عدة أنواع، وخاصة في القرن الإفريقي. أولا الذي يسمى زملاء السودان الذين هم غربيين بأصله، هذول لما يقولوا نحن زملاء السودان، أي سودان يتكلموا فيه؟ نحن لابد نكون واقعيين، أي سودان نحن عايزين؟
الغرب انه فهموا السودان والسودان بتاع فهم الغرب هو السودان القديم الذي يحكموه البرجوازية السودانية من الخرطوم المثلث، والذي خلى السودان الكبير مهمج. السودان بدرجة في يوم من الأيام كان 10% من الاقتصاد البريطاني كان يجي من السودان. إن السودان كان عنده ثروات ما تتصور فيه، لكن تهميش المناطق السودانية، البرجوازية السودانية التي حكمت السودان من 57 بعد الاستقرار كانت برجوازية بالوكالة، وما كانت بعيدة، زي ما المثقف الكبير البروفيسور تيسير في طرحه لما كتب الخرطوم المثلث، هذه هي نوع استراتيجية لهيمنة السودان ونهب خيرات السودان. لما نشوف نهب خيرات السودان في حوالي في 30 سنة 90 مليار خيرات الشعب السوداني نهب وسرق وطلع من البلد، نحن نشوف نقول القرن الإفريقي الجديد لابد يكون قرن الإفريقي الجديد الجماهيري. الشعوب القرن الإفريقية لابد تعيش على خيراتها، والسياسيين لابد يكونوا متواضعين ويستمروا مع شعوبهم ويوقفوا لشعوبهم. السودان بلد عنده كوادر كبير جدا، سواء في الداخل ولا سواء في الخارج، لكن إيش خلى السودان اليوم يوصل لدرجة هذا؟ هو الهيمنة والنهب الذي يحصل في الداخل، وهذا الذي حصل في إثيوبيا. 40 مليار الجماعة الأقلية الذي ما تسوي 6% هيمنة السلطة بكل شيء، الجيش بتاعهم، الأمن بتاعهم، الاقتصاد بتاعهم. سرقوا حوالي 40 مليار من الشعوب الإثيوبية وهربوا إلى المنطقة بتاعهم، والغربيين حتى والإنجوهات يطبلوا لهم لكي يرجعوا إلى الحكم. فلهذا نحن لابد نشوف التنازع الذي موجود في إثيوبيا، التنازع الذي موجود في السودان، التنازع الذي موجود في الصومال. إيش هي تنازع عن إيه؟ لما يتنازعوا عن إيه؟ هل يتنازعوا لمصلحة بلدهم، لمصلحة جماهيرتهم، لمصلحة الشعوب، ولا يتنازعوا عن الخيرات لكي يكونوا وكلاء للخيرات التي موجودة في الخارج؟ لابد نميز هذا، وهذا لابد يكون واضح. لما نحن نقول القرن الإفريقي الجديد، نحن نقول القرن الإفريقي الجديد، الشعوب القرن الإفريقية عندها حق تقرير المسير، تعيش في أراضيها، تتحكم بخيراتها، وتكون موالية لنفسها. بهذا الطريقة نقدر نبني أسس ديمقراطي، أسس تقدمي وتوحد شعوبي بالقرن الإفريقي. نعم زميل عود، أعطيني الفرصة لأطرح سؤال، يعني هو إعادة للدكتور كمال. حقيقة نحن أجرينا عدة لقاءات الدكتور علي الحاج فك الله أسره طبعا عندما كان معنا هنا في ألمانيا، ومؤتمر صحفي جامع شارك فيه ريك بشار وآخرين أيضا من منطقة الفن الأفريقي. السؤال الذي وجه إلى الدكتور علي الحاج يقول طبعا الديمقراطية أو الانتخابات ألقيت في عهد الإنقاذ، يعني هذا حكم الإسلامي كنت جزء منها، والاتحادات أيضا ألقيت في عهد الإنقاذ. فالدكتور يقول نحن حريصون على الديمقراطية وحقوق الإنسان. إذن الآن كل الأحزاب اشتركت، أيضا من شارك منها في مع حكومة الإنقاذ كلهم يقولوا نحن نحتكم لحكم الشعب. أنت كرجل سياسي ومسؤول الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، الآن فكرة الديمقراطية كيف يتناولها حزب المؤتمر الشعبي؟ والسؤال نفسه يعاد إذن إلى، لأن هناك مصطلحات متشابهة إذن في الصومال وفي السودان، هناك مصطلح
أربعة طويلة أنا سمعت لم أفهم تفسيرها، وفي الصومال يقولوا أربعة ونص، هناك أربعة أحزاب ونصف طبعا، ففي تشابه قريب جدا. الآن الاحتكام إلى الشعب، هل أنت صادقين في مؤتمر الشعب الآن أنه تطبق الديمقراطية كما الآن تتحدثون عنها عندما تصلون إلى الحكم؟ هذا السؤال، الناس متخوفة، وأنا أقرأ قراءات كثيرة جدا حول الإسلاميين في السودان بصفة خاصة، هم يعني يتماشون مع كل نظام حتى يصلوا للسلطة. هل أنتم تفكرون لو عدت للسلطة الآن لتأسيس حكومة إسلامية في السودان؟ دكتور كمال، هذا السؤال شوية عودنا الدكتور على الحاج، وأنا أجريت أيضا لقاء مع المرحوم الدكتور الترابي، يعني هم طبعا يتقبلوا النقد ويواجهوا أيضا بأسئلة، وأنا حريص اليوم أن أعيد هذا السؤال إليك لأنه نحن في مرحلة انتقالية كما ذكرت. تفضل دكتور كمال. طيب، السؤال ده سؤال مهم، وعشان يعمل هوادي في المنطقة، في منطقة القرن الأفريقي عن تجربة الحركة الإسلامية في الحكم وفي المعارضة وفي التواصل مع الشعوب. يعني احنا عندنا مد في العلاقات بتجمعنا أواصر متينة من العلاقات مع كل الشعوب القرن الأفريقي، وبدليل هذا اللقاء السر اليوم بيقدم خطوة متقدمة في سبيل توحيد الشعوب. أعتقد أن إحنا في الحركة الإسلامية في المؤتمر الشعبي عندنا تجربة في المعارضة وفي الحكم. نحن يعني منذ تفجر أزمة الجنوب في المرحلة الأولى، دكتور الترابي رحمة الله عليه قال في ندوة جامعة الخرطوم عن الفيدرال سيستم، عن الفيدرالية، ودكتور علي، علي الحاج الأمين العام فك الله وأسره، ناضل ضد الطوارئ وطالب بالفيدرالية وطالب بالديمقراطية، وهو طالب في خرطقت. دي القيادة، قيادتنا، ما بالك الفكرة. الفكرة في التأسيس أن إحنا جماعة مهمومين بالديمقراطية، علمونا ديموكراسي، حكم الشعب، ولذلك ما بنخاف من حكم الشعب. والتجربة دلت أن إحنا في حركة بتاع التطور السياسي منذ القدم، وبفضل حنكة القيادة، بفضل حنكة الفكرة. الفكرة مؤسسة على أن إحنا حزب إسلام، مؤسس على أصول التجربة الإسلامية، على الأصول القرآنية، والأصول القرآنية في دولة المدينة كانت أصول تؤمن بالفيدرال سيستم. دستور المدينة كان ورقة، المدينة كان ورقة لكل الناس، ورقة شاملة، حقوق وحريات، وفيدرال سيستم قبل ما تعرف أوروبا. ولذلك الخوف، خوف القوى السياسية، ما خوف ناتج عن يعني تخلف التيار الإسلامي ولا تخلف المؤتمر الشعبي، خوف من حصاد الانتخابات، لأنه احنا الآن أكثر حزب من أكثر الأحزاب استعدادا للانتخابات، من أكثر الأحزاب عندها تجربة مع العسكر والتعظم من تجربة العسكر. ولذلك حتى الأمين العام المعتقل بالمحبوس، محبوس لأسباب سياسية، ما محبوس بتهمة جنائية، محبوس لأنه هو قادر، الشخص الوحيد القادر يعني بعد رحيل الشيخ حسن والصادق المهدي، الآن أقدر شخص، أقدر مفكر سياسي في البلد ده، في قيادة البلد ده، دكتور علي الحاج. ودكتور علي الحاج ما كممته ما منعته يعني السجن ولا الحبس، وزول منطلق كعادته، منطلق يعني في تربيته، في فكره. ولذلك أنا بقول أن إحنا استفدنا من تجربة التعسر
في الماضي تجربة الديمقراطية المتعسرة، وعملنا مراجعات، عملنا أبديتنج لكل برنامجنا لنظامنا الدستوري، النظام الداخلي البيزيك أوردر، النظام الأساسي للمؤتمر الشعبي، نظام يقوم على الحريات، يقوم على الحكم الدستور الراشد، يقوم على الفيدرال سيستم. فالتجربة المؤتمر الشعبي وبرنامج المؤتمر الشعبي وهوادي المؤتمر الشعبي أنا في تقديري يعني هي نموذج ممكن به تتطور التجربة السياسية في السودان والتجربة السياسية في القارة الأفريقي قاطبة، وعندنا علاقات مع الشعوب. نعم. نعطي فرصة للدكتور زكريا بإجازة عشان تعلق فيما قاله الدكتور زكريا، لأن هناك قواسم مشتركة بين الصومال. طبعا عندكم مشكلة الشباب هناك، أنت كنت أشرت في مداخلتك أنه، وأنت يعني طبعا رجل ليبرالي كما تابعنا يعني حملتك الانتخابية، وأول برلماني بكل جرأة يطرح أمام البرلمان الصومالي أنه على أساس لابد من الحوار مع الشباب، لأنه طبعا هناك في شيطنة بصفة عامة لكل ما يحمل شعار الإسلام. وأنت طرحت في البرلمان أن هؤلاء أبنائنا لابد أن نتحاور معهم، وهذا طبعا ظاهرة جديدة جدا، لأنه لا مفر. القرن الأفريقي كله، إثيوبيا، إريتريا، الصومال، أنه خلافاتنا لابد من أن يتم حلها داخليا. فكيف تعلق فيما سمعت فيما قاله الدكتور كمال بإيجاز تعلق في هذا الكلام، ونعود بعد ذلك للزميل العود حتى يواصل طرح الأسئلة على ضيوفنا الكرام. تفضل. شكرا جزيلا الدكتور أبلة بلان حسنا، حقيقة في ما يتعلق بالديمقراطية الإسلامية ومجلس الشورى أو الشورى، نظام الشورى، لا شك أنه هذا النظام المحلي الذي ولد في أيام رسولنا العظيم عليه الصلاة والسلام، نظام لو استخدمها العالم كله قد لا شك أنه سينقذ العالم. وأنتم كما تعرفون الدستور الأمريكي أكثر من 10% مقتبس من الدين الإسلامي، ولذلك تجد في المحكمة العليا الإسلامية إذا دخلت لافتة أو يافتة موجودة هي الأولى في عدة يافتات من يعني الأنظمة التي استمدت النظام الأمريكي أو الدستور الأمريكي. أكبر يافتة هي الإسلام، وتقول مثلا United States of America thanks to the Prophet Muhammad، أمريكا تشكر للنبي صلى الله عليه وسلم الرسول عليه السلام لاقتباس الشريعة الإسلامية أغلب النظام الأمريكي أو الدستور الأمريكي. لكن كما تعرفون دائما الناس لا يعني يكون هناك التزات وبعض الله. مثلا خذ في آية قرآنية في القرآن تقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأعتقد أيضا موجودة في السودان، واحد يقتل مثلا واحد وأخذوا ثاره، يأخذ الثار المقتول من شخص ليس له لا له علاقة بال، فقط علاقته إنه من القبيلة، من الرجل يعني الرجل الذي قتل هذا الرجل من قبيلة فلان. النظام الإسلامي المعتدل هو الذي يستطيع أن يداوي داءنا حقيقة، لكن في هذا العصر كما تعرفون هناك قوة كبيرة جدا في داخل البلدان المحلية وفي خارجها، طبعا تحركها القوى الخارجية ل يعني عرقلة هذه الفكرة وهذا النظام الإسلامي. ولذلك كما تفضل الدكتور يجب أن يكون هناك طبعا حل وسط كيف يتم. أنا طبعا البرلمان الصومالي عدة مرات قدمت مشروع لمحاولة التحدث مع الأخوة الشباب الصوماليين
ويجب أن يكون هناك يعني منظومة لمناقشة هذا الموضوع في البرلمان القادم إن شاء الله. لم ننجح في تثبيت هذه الفكرة في البرلمان الذي ولا ولا شك أنه من هم من عناصر الأمة يعني الشباب الصوماليين. وكما تعرفون الطالبان نجحت في طرد الأمريكان لأنه القوة الداخلية شعب الصومالي وشعب السوداني كلهم مسلمين، وعلى هذا الأساس هناك نوع من يعني نوع من تأييد شعبي فيما يتعلق بهذه اللافتة، وليست الأفعال التي يفعلونها وقتل الجماعي بيعملوها. دكتور زكريا، نعود الآن إلى الزميل عود واصل مع الدكتور بروفيسور محمد حسن. شكرا دكتور زكريا، وضحت الفكرة. بروف، أنا أريد أن أنقل ذات السؤال بطريقة شوية أوسع، بحكم أنه إن تحدثنا عن فترة الربيع العربي في المنطقة أو في البلدان العربية تحديدا، بنلقى عماد هذا الحراك هو الشباب الذي تحرك وتفجر في كل هذه المناطق سواء كان تونس أو مصر أو خلافها. الآن أيضا الثورات التي اندلعت في بعض المناطق السودان الآن، وأنت تلحظ يوميا خروج مئات إن لم تكن الآلاف من الشباب في الشوارع، وهم أيضا كذلك ربما يكون بعيدين كل البعد عن أطروحات القوى السياسية والتنظيمات السياسية. أنا أريد أيضا أن أرجع لك لتربط لاهتمامات القرن الأفريقي الجديد بالشباب حتى يكون هناك استيعاب قوي جدا لهذه الشريحة التي تمثل نسبة كبيرة ومعتبرة الآن في المنطقة الأفريقية والقرن الأفريقي تحديدا، وهي بالكاد غير مستوعبة الآن في الفصائل السياسية والأحزاب السياسية، وهي يعني خارجة بلا أهداف ربما وبلا رؤى أو حتى مستغلة من التدخل الخارجي الذي تحدثنا عنه سابقا. ما هي الوسائل والآليات التي تضمنون بها استيعاب هذا الشباب في منطقة القرن الأفريقي حتى يكون شباب فاعل من أجل نهضة هذا القرن وهذه المنطقة الأفريقية تحديدا؟ الحقيقة لا يوجد هناك أي تفاهم بين الدولة وبين الشباب، وعلى هذا الأساس لغة التخاطب هي لغة القوة بين الدولة والشباب. الشباب لا شك أنهم مهتمين في المنطقة كلها، خاصة في إثيوبيا والسودان وكينيا وحتى أوغندا، لكن قوتهم ليست قوة تستطيع أن تؤثر هذه الدول كلها. الدول التي تعاني من عدم الاستقرار يعني تأثير الشباب أولاً الصومال ثم كينيا. أنا أعتقد أنه لو لم يكن هناك تخاطب أو تحدث بين فئات مختلفة، طبعاً هناك فئات شبابية ليست كلها يعني في ناس في مجموعة تستطيع التواصل معهم، لو تم التواصل والتفاهم وفي نفس الوقت بدل تخاطب بالمجابهة وبالبندقية، أنا أعتقد أنه مشكلة الشباب ستعبر كثيرا أيضا بقية المنطقة، ويواصلون أيضا في زعزعة الاستقرار في الصومال. المشكلة الأساسية الآن نظامنا نظام قبلي، محاسسة قبلية، صحيح أنها انتخابات ولكنها انتخابات عن طريق محاسسة قبلية 4.5 ما يسمى قواعد 4.5، هذا طبعا يضعف الدولة أيضا. وضحت الفكرة. دعني أنتقل بذات السؤال بروف محمد حسن، إن كنت تسمعني بالتفاصيل التي ذكرت قبل قليل يعني ممكن أن تشاركنا. أولاً لما نقول القرن الأفريقي الجديد، القرن الأفريقي الجديد 70% من سكانه شباب وشابات، لأنه ديموغرافياً كلهم
بلدان عدد الشباب أكثر من أوروبا وأمريكا. فطبعاً الشاب والشابات ما عايزين يعيشوا زي الماضي، عايزين تغير، وفهمهم أكثر وقوي. لكن وانتفاضوا وعملوا انتفاضات وعايزين تغيير حياتهم. المشكلة الذي موجود مش مسيسين قوي، وما عندهم أحزاب تقدمية تقيدهم. الأحزاب القديمة هي بعيدة من الأحزاب من الشباب والشابات، وما عندهم علاقات مع 70% مع الجماهير الذي ساكن. في هذا المصطلح السوسيولوجي هذا طبعا قوات خارجية باسم الديمقراطية ومنظمات غير حكومية تتدخل باسم وتفرض هيمنتها على الشباب والشابات وكيف وكيف، وتخليهم يكونوا يتلاعبوا دور التدخل الغربي مرة من شعورهم الداخلي. شعورهم الداخلي هم عايزين تغير. والفشل الحكم 30 سنة الذي حصل في السودان، والنهب الذي حصل في السودان، وفي نفس الوقت التهمش الذي حصل في السودان، ما قدر يخلق شباب حزبيين يعرفوا الإمبريالية والتدخل دقيق. التدخل عنده أنواع وأشكال، وعنده أسماء، وعنده كلر مختلف جدا، ومش قادر يمزجه. وهذا هو لماذا؟ لأن الأنظمة سكرت العيون وسكرت الدماغ لما كانت تحكم، والشباب ما كان عندهم وسيلة لكي يقرأوا مجتمعهم قراءة متينة، ويقرأوا كمان القوة الهيمنية كان إيش هي وشكلها يشبه إيه ولماذا عايزة تهيمن. فلهذا نحن حسب في وسط التاريخ. إيش الوسط التاريخ هذا؟ الجماهير السوداني مش الجماهير بتاع 57، الجماهير السوداني مش زي ما جماهير بتاع 85، الجماهير بتاع السودان مش جماهير بتاع الستينات. الفكرة لما تأخذ الفكرة بتاع جنرال جرام لما قال أن احنا عايزين نبني السودان الجديد على أسس جدد ونخلق، وكان مش رجل انفصالي، ونخلق بلد جديد على أسس جديد، هذا هو الفكرة الذي أثر كمان بطريقة غير مباشر على الشباب والشابات السودانية. أنا لما زرت مصر، أعطيك مثل يا أخوي، وأنا كنت كان عيد ووصلت بالقاهرة يوم العيد، وأنا كنت في الشارع الذي يسمى شارع مصر والسودان، وهذا منطقة كبيرة جدا وشارع كبير وفي آلاف السودانيين جنوبا وشمالا. فأنا كان عندي فكرة لأنه أعيش وأشتغل وعائلتي موجودة في الغرب، فافتكرت أنه التفكك السوداني من المعلومات الغربيين أنه السودانيين جنوبا وشمالا ما يتحدثوا مع بعض. فلما زرت الشارع هذا شفت جنوبيين وشماليين من نوبة إلى من جبل النوبة إلى من دارفور، كل قاعدين يشربوا شاي ويضحكوا مع بعض. فاستغربت، قلت ما أنا المجنون ولا الإعلام الغربي مجنون؟ فقعدت جنبهم، السلام عليكم، عليكم السلام، أنتم من فين؟ قالوا كلهم نحن من السودان. الله، أنا افتكرت السودان انشق لعشرة محل، كيف أنتم من السودان؟ أنت تشبه جنوبي، أنت تشبه من دارفور، أنت تشبه من وسط السودان. أنا أقول هذا
قالوا لي اسمع، مش قبليين، نحن سودانيين قبل كل شيء، ونحب وطننا قبل كل شيء، ونحن قاعدين وكلنا لاجئين، وجينا الحرب الذي عملنا كده وفكك بلدنا. اتذكرت أنا لما زرت السودان في 78، الدولار الجنيه السوداني كان يساوي 3 دولار ونصف. الساندويتش الذي أنا أكلتها في أتيني الذي تساوي نصف 25 قرش، كان الساندويتش هذا كان يأكل مش أنا بس، هيأكل عائلتي كله. هذا البلد الذي عنده الخيرات الكبير اتمزق لدرجة هذا، أولاده وبناته يموتوا في الصحراء، من أين جاء هذا؟ هل حاجة رباني هذا؟ هل كتب لنا هذا؟ هذا البشر عمل، وهذا البشر لابد نحن نسيبه ونعطيه اسم معين، ولابد نحن نوثقه. من هذا الأطار أنا أقول الشعوب القرن الإفريقي مع خيراته لابد يتوحد، والشباب 70% هذون درسوا، مشوا للمدرسة، مش أميين زي موالدي ووالدتي، على الأقل عندهم نظرية وكيف وكيف. فأقول للسياسيين السودانيين إنه الوقت الذي هم يقدروا يتحكموا فيها بطريقة غير مباشرة على الشباب انتهى. اتواصلوا مع الشباب والشباب أولا هذا. ثانيا الوعي السوداني لما الشاب والشابات السودانية أقوى من كل الشعوب التي موجودة في القرن الأفريقي، وعيهم قوي، أنا أتحدث معهم أقابلهم وأشوف. فأقول هذا الجيل الذي 70% في المنطقة، خذ مثلا شاب ولد في الولايات المتحدة، هذا مثل عطيه، ولد وهو أبوه وأمه مهاجرين من إريتريا، ودرس وأصبح طبيب لوحده، هو خلق منظمة تقول نو مور، نحن ما عايزين التدخل الخارجي، وهذا خلق كل الإثيوبيين والإريتريين والصوماليين وجزء من السودانيين يتظاهروا في كل المدن الغربية، نحن نو مور، ما عايزين تدخل خارجي، نحن عايزين نحل مشكلتنا، نحن عايزين نتحكم على ثروتنا. فلهذا أنا أسأل الدكتور السياسي والدكتور زكريا، أسألهم إنه الوعي الشباب لابد يوصل للجماهير، ولابد نحن نقول no more للتدخل. وضعت الفكرة محمد حسن، وضعت الفكرة، شكرا لك جزيلا. أنا أنتقل مباشرة بذات السؤال للدكتور كمال عمر عبد السلام، الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي. دكتور كمال، الوقت الذي يمكن أن تسيطر فيه على الشباب قد انتهى، هذه العبارات وردت على لسان بروف محمد حسن. الآن أنتم في السودان، هناك إشكال كبير جدا الآن في الساحة الشبابية، الشباب الآن يخرج في تظاهرات في مليونيات متعددة، يخرج يغفل الطرقات، يعيق الحركة. الأحزاب السياسية الآن غير قادرة على استيعاب هذا الشباب على الأقل والتخاطب معه. أنتم في المؤتمر الشعبي كيف تنظرون الآن لدور هذا الشباب؟ وربما يكون بعد ياسر أقل من عام ونصف ستدخل البلاد السودانية في مرحلة انتخابات، وبالضرورة الشباب هو جزء فاعل في هذه العملية الانتخابية. دكتور كمال، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكلام ده كلام يعني كلام مهم، واضح التجربة السياسية في السودان والتجربة السياسية في أفريقيا يعني كانت بتعاني من ضعف التواصل مع الشباب. يعني احنا في المؤتمر الشعبي دور الشباب في البناء التنظيمي، دور الشباب في حركة الحزب واضحة من خلال النظام الأساسي. صحيح ما تطورت بحيث تفاعلت مع الشارع السياسي وارتبطت بمواقف الحزب الخارجية، لكن احنا الآن قمنا بإعادة تقييم التجربة وشغالين في أنه لأنه مدى الثورة الأخيرة دي كانت ثورة الشباب،
والشباب لعبوا دور كبير في الثورة ولا زالوا متحكمين في الشارع، شارع التغيير. ولذلك الموقف اللي اتخذه المؤتمر الشعبي حول الانقلاب وحول الوثيقة الدستورية وحول فشل القوى السياسية، ده بيجعل موقف المؤتمر الشعبي متقدم في التعامل مع الشباب، لأنه الذي أفشل التجربة في عام الثالث هو الأحزاب المتخلفة والأحزاب الانتهازية في الثورة، والشباب قيم المشهد. ولذلك يدي يعني عبرة لكل القوى السياسية، يعني القوى السياسية لو ما عملت مراجعات في نظمها الأساسية، مراجعات في التواصل مع الشباب والنساء والطلاب، وعمل التحديث في خطاب السياسي، ما عادت الفكرة القديمة في الانتخابات تجيب ود الشيخ ود السيد ود زعماء العشائر. الانتخابات القادمة في السودان حتشهد تحولات في الاختيار، في الوعي السياسي، ودي أنا في تقديري في صالح الديمقراطية الحداثة. الشباب دي الآن بتلفوناتهم بالتقنية بالوسائل الحديثة قادرين في التواصل مع كل المجتمع. فالإعلام السفيري يعني دخل البيوت وخلق توعية. ولذلك المؤتمر الشعبي في الأمانة، التعديل الجديد في الأمانة، معظم الأمانة من الشباب الحديث، من الشباب المسلم اللي بيعرف معنى الصلاة. يعني الصلاة بمعناها الفكر الواسع، الصلاة القرآنية الحقة بتدعو للتكافل الاجتماعي، بتدعو للوحدة، بتدعو للسلام، بتدعو للحريات. فالدكتور علي فك الله أسره يعني سياسي ماهر، سياسي عنده تجربة، فاختار من ضمن طاقمه في الأمانة العامة مجموعة بتاع شباب يتحكمون الآن في القرارات المفصلية للحزب. وبالتالي المؤتمر الشعبي نهض مع تجربة النهوض الديمقراطي والسياسي في البلد، وقدم تجربة. أن إحنا على يقين أول انتخابات إن شاء الله يعني حتعمل بريك ثرو، تعمل مفاجأة من حسا، لأنه أن إحنا ذاته في المواقفي عندنا تجربة التواصل مع الأحزاب كلها. إحنا عندنا ببرنامجنا السياسي عن الحريات وعن الانتقال وعن عن حكم الشعب وعن الفيدرال سيستم، نظام متجذر في المجتمع، متجذر في الحزب. الحزب عنده فيدرالية واسعة في كل السودان، حزب شغال يربط السودانيين ديل بمنظومة سياسية وفكرية يعني جديرة بالاحترام وجريدة جديرة بالاقتداء بها. شكرا دكتور كمال. في الدقائق العشر المتبقية الزميل عود، أولا أنا سعيد أن تكون شريكنا اليوم في إدارة هذا الحوار. فيما تبقى في الدقائق أود أن أشير بوجود الدكتور بروفيسور محمد حسن معنا، والدكتور زكريا أيضا، هم أكثر الناس واكبوا تجربة قناة القرن الأفريقي المتواضعة. الحديث كان حول الشباب، هو جيد. إحنا عندنا أقسام الآن بلغات مختلفة، القسم الإنجليزي واللغة التجرينية والأمحارية والعربية، تعدد اللغات. إشكالية يعني الآن نحن بنجري حوار باللغة العربية، هل فكرنا كم عدد المتابعين
في إثيوبيا أو في إريتريا أو في عموم القرن الأفريقي يستوعب هذا الحوار. إذن لابد من التسليم. هناك إشكالية التواصل الآن يبدأ بالفهم تركيبة الاجتماعية، سواء في إثيوبيا عندنا أكثر من 70 لغة، في السودان أيضا كذلك. إذن التجربة المتواضعة انتقضنا فيها الكثيرين. طبعا إحنا بدأنا ببرامج نتحدث الآن بعشر لغات في هذا البلد. عندما تتحدث باللغة العربية غدا في التعليق حسن حبذا لو كان ذلك باللغة الإنجليزية، من يقول حبذا لو كان ذلك باللغة الأمحرية. إشكالية تعدد اللغات هذا language barrier هذا الموجودة في منطقتنا، وهذا من أكبر الإشكاليات الموجودة أيضا عندكم في السودان أيضا في إثيوبيا. كيف سنتجاوز عشان نخاطب الشباب؟ الشباب كما ذكر الدكتور محمد البروفيسور محمد حسن، شباب الستينيات هو جيلنا، ليس شباب الـ 2020. هناك في تغير حتى في التفكير وفي العلم وفي الفهم. اليوم أبناءنا الذين ولدوا في المهجر إذا لم تتحدث معهم بلغة البلد الذي ولد فيها لا يستوعبون أي شيء. وأنا طرحت هذا السؤال على الدكتور زكريا إذا في الدقائق العشرة حبذا لو زميل عود استعرضنا هذه القضية. التقارب يبدأ أولا كيف نفهم بعضنا البعض. الآن أنا واثق أنه نحن سنعمل على ترجمة الحوار اليوم بلغات مختلفة، باللغة الأمحرية، باللغة التيغرينية، أيضا بلغات المنطقة سنحاول ترجمتها. الآن كيف نتجاوز هذا المعنى؟ الصوماليين ما عندهم مشكلة، الصومال لغة واحدة في بلد واحد يفهمون، سواء كانوا في كينيا سواء كانوا في إثيوبيا يفهموا بعض. إنما الإشكالية الآن نصف المجتمع في إريتريا لا يفهم ما عندما نتحدث باللغة العربية. كيف نتجاوز هذه الإشكالية لتغريب هذا الفهم، لتغريب الفكر القرن الأفريقي الجديد على شبابنا؟ أنا أترك المجال ليطرح، عندنا ربع ساعة الآن متبقي من البرنامج في عود، وإن شاء الله سنواصل حواراتنا في هذا الاتجاه. وستختم أنت اليوم الحلقة، أنا بدأتها وستختم بعد ذلك. أمامنا الآن ربع ساعة حسب ما أشر لي زميل في قسم التسجيل، تفضل الآن. شكرا أستاذ عبد الكادر. في ذات التفاصيل أنا أنقل الآن هذا السؤال لبروف محمد حسن، مسألة التخاطب اللغوي بين هذه المساحة الممتدة القرن الأفريقي تحديدا بكل دويلاته المشتركة فيه والجوار الموجود كان يمثل الآن السودان أو يوغندا. كيف نظرتم أي كيف أضطرتم لهذه الفلسفة في إطار التواصل اللغوي في هذه المنطقة يا بروف محمد؟ والله أنا خبرتي لما نقارن الدول القرن الأفريقي والمنهج اللغوي يختلفون تماما بلد لبلد. أظن أنا السودان ما كان مشكلة لغوي، العربية أصبحت اللغة لينغو فرانكا وكبرت، سواء أنا أتكلم اللغة وأعيش قريب لأتبرة وأنا أتكلم مع والدتي أتكلم دنغلاوي، لكن لما أطلع من الباب أنا ما يحاربني اللغة العربية. اللغة العربية أصبحت جزء لا يتجزأ من جسدي أنا. فلهذا مشكلة اللغات في أغلبية السودان أظن ما فيش مشاكل كبير جدا، اللغة العربية كل واحد مقبول فيها. حتى في الجنوب اليوم يتكلموا لغة عربية أكثر من اللغة الإنجليزية، هذا الواقع السوداني، وهذا هيئي للشباب والشابات لكي يناقشوا أحسن بالتقنية الجديدة ومش عارف يقدروا يعملوا هذا. إثيوبيا البلد الذي أنا ولدت فيها، أولا اللغة العربية وعقدها النظام الذي موجود الإقطاعي المادي وربطها مع دين، مع عربي. اللغة العربية أصبحت دين ولغة، وفي نفس الوقت اللغات المحلية التي موجودة هناك متقاربة للغة العربية. حس في فترة 20 سنة 25 سنة 30 سنة شاء
شباب وشابات كثير الذي رحلوا وراحوا وزاروا بلدان العربية وعاشوا وكيف ورجعوا مش عارف، اللغة العربية أصبحت كمان عادي، أي واحد يتكلم اللغة العربية يشوفوها كبلاس بوينت زي يقولون، معناه اللغة العربية مش مزعج زي الماضي. وأنا أظن في فترة السنوات القريبة أن البرنامج اللغة العربية كمان حتزداد، والناس الذي يتكلموا اللغة العربية كمان ازدادوا وحيزدادوا أكثر، فالعقدة اتبخرت. في إريتريا طبعا اللغة العربية أحسن من إثيوبيا، إنه لو تكلم عربي وكيت وكيت، لكن السؤال طبعا اللغات المحلية كمان كبرت، واللغات المحلية كمان أصبحت لغات بتاع الكوميونيكيشن. أول مشكلة أما أول شيء المفروض نحن كشبابنا وشاباتنا يعملوا حاجة، إنه ما عندهم عقدة وما كانوا متعقدين بأي لغة، يقدروا يتحدثوا باللغات المحلية التي موجودة هناك. فبلد زي إثيوبيا التي كانت متعقدة ولا كان عندها مشاكل كثير، اليوم في مرحلة جديدة، وأتمنى في فترة 10 و20 سنة المشكلة من اللغة العربية حتكون أقل، وممكن حتكون زي السودان استعمال اللغة العربية حيكون، لأنه جيراننا أكبر جيراننا للقرن الإفريقي هو اللغة العربية، نحب ولا ما نحب. جميل جميل بروف محمد حسن، وضحت الفكرة وشكرا لك جدا. أنتقل دكتور زكريا. دكتور زكريا، كيف تنظر لمسألة الوجدان اللغوي الآن في هذه المنطقة، منطقة القرن الأفريقي تحديدا، وهل يمكن إحنا نصل في منطقة القرن الأفريقي في أننا نجعل اللغة واحدة هي لسان حال هذه المنطقة، يسهل مثلا التواصل الاجتماعي بين الشعوب في هذه المنطقة؟ إن شاء الله أنا حأعتذر لك، كملنا نحن كمان قريبين إن شاء الله. شكرا. دكتور زكريا، دكتور زكريا آسف قادرنا لأنه يقول في إشكالية في الكهرباء، نحيل السؤال نفسه إلى الدكتور كمال وبعدها الزميل. طبعا المشاهدين الكرام، الزميل عود يوسف عبد الرحمن هو مدير مكتب قناة القرن الأفريقي في السودان، وإن شاء الله في قابل الأيام سيكون له برامج هادفة ومهمة جدا لينقل لنا أخبار أهلنا في السودان أيضا من منطقة القرن الأفريقي. واصل الزميل وبعد ذلك الوقت داهمنا لتختم هذه الحلقة كما بدأناها. جميل، إذن شكرا صاحب عبد القادر. أنا سأنتقل للدكتور كمال عمر في دقيقتين أيضا لأتحدث عن مسألة التواصل اللغوي الذي طرحناه من قبل للإخوة البروفيسور محمد حسن وزكريا من قبل، ثم دكتور كمال إن كنت تسمعني، هل هذه المسألة الآن في إطار القرن الأفريقي يمكن النظر إليها في المستقبل في مسألة أن تتوحد اللغة ليسهل التواصل بين هذه الشعوب؟ طبعا عامل اللغة عامل مهم. أنا في تقديري ممكن تجسر هذا العامل، لأنه لو لاحظت يعني التواصل بين الشرق السودان وإريتريا دائما فيها عوامل مشتركة في اللغة، يعني ما في مشكلة في اللغة. أثيوبيا والصومال وجيبوتي يعني في قواسم وجدانية، لأنه الصوماليين ديل منتشرين في كل البلدان، وبتيارتهم شطار في تجارة، وبالتالي خلقوا قواسم اجتماعية في التعامل. في تعسر يعني في إشكاليات يعني في اللغة، لكن أنا أفتكر في بالتواصل الاجتماعي والسياسي وتطوير المنظومات السياسية، لو قامت ديمقراطية في القرن الأفريقي حتما
هتوفر المناخ الاجتماعي والسياسي، وبالتالي هتجسر البعد في اللغة. وأنا على يقين يعني عامل اللغة وعامل مهم، لكن العامل المهم العامل القرآني الدين الإسلام في الشعوب دي. أكيد القرآن ده بيتقرب اللغة العربية، بالتالي تطوير العلاقات. طبعا أوروبا ما دارنا ما دار تطوير في الدين، ما دار وحدة في المسلمين، لكن الوحدة الإسلامية جاية من خلال التعبد، من خلال قناعات العقيدة. بعدين الصومالين ديل مذهب واحد، لغة واحدة، قبيلة واحدة، بالتالي النظام البرلماني مثلا أسلم. السودان اللغة العربية في كل ولاياته في مشكلة في دولتين. أنا في تقديري بالدين وبالتواصل الاجتماعي ممكن نوحد العامل اللغوي، وفي لغات استعمارية مشتركة. أنا ما بحبز تطوير اللغات الاستعمارية، لكن يعني حتما حنتحد وحتما حنتوحد، والقرن الأفريقي يصبح مثل السوق الأوروبية بقوة الشعوب وقوة كلمتها، وبالتالي سند للاتحاد الأفريقي بصورة حديثة، مش اتحاد أفريقي مسلوب الإرادة. نحن نفتكر تجربة القرن الأفريقي وقناة القرن الأفريقي يعني عندها استعداد في توحيد الشعوب في المنطقة. جزاكم الله خير. شكرا جزيلا مشاهدي ومتابعي الكرام عبر قناة القرن الأفريقي. كنا في هذا الحوار في أضواء على القرن الأفريقي، شاركني فيها عدد من الزملاء. شكرا للدكتور كمال عمر عبد السلام، الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي في السودان من الخرطوم. كما أيضا أشكر جزيل الشكر للبروفيسور محمد حسن، وهو مستشار سياسي لرئيس حكومة إقليم الصومال، كان أيضا معنا في هذه الحلقة السرة وقد أفادنا بكثير جدا من الآراء والمقترحات. أيضا يمتد الشكر لمرشح الرئاسة الدكتور زكريا عيد محمود من الصومال، أيضا كان معنا في هذه الحلقة ولقد أثرى هذه الحلقة بالنقاش. أيضا يمتد شكري للزميل عبد القادر من ألمانيا، وهذه تحياتي لكم عوض فلسطيني من مكتب الخرطوم. دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله، إلى أن نلتقي في حلقة قادمة. هذه تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.